أمام الجزائر للحفاظ على أمنها القومي، وهذا بالنظر إلى هذه العلاقات كما قلنا الطيبة مع هذه القوى الكبرى، مع روسيا، مع الصين، مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يسمح مثلا للجزائر بأن تكون طرفا فاعلا في الحل في ليبيا؟ هناك من الدول من أراد، أوروبية طبعا، إبعاد الجزائر عن أي حل في ليبيا، هناك من يشوش كذلك في مالي. يعني إلى أي مدى وما هي أبعاد هذه الخيارات المتاحة للجزائر كبلد تحيط به هذه الملفات؟ أنا أعتقد أن الخيار العقائدي للجيش الوطني الشعبي الجزائري في التسلح من روسيا والتعاون مع الصين خيار صائب. أول شيء المسألة مبدئية، وهو هؤلاء أصدقاء الثورة الجزائرية، أصدقاء ثورة نوفمبر، من ساعدها بالسلاح والإعلام والسياسة والدبلوماسية، ومن ساعد الجزائر في الصناعة التصنيعية في الستينات والسبعينات إلى آخره. إذن هم أصدقاء لم ترى منهم الجزائر خيانة أو غدرا أو تخلت عنهم في فترة ما، هذا الشيء واضح. بالنسبة لليبيا، نعم يريدون تحجيم التدخل الجزائري، لأن التدخل الجزائري ما معنى الجزائر؟ ماذا تريد من ليبيا؟ تريد أن يكون الحل ليبيا ليبيا، وتريد وحدة التراب الليبي، بمعنى عدم تقسيم ليبيا وعدم حدوث تدخلات عسكرية أجنبية في ليبيا. ليبيا منذ 2011 تعرضت إلى عدوان أطلس في العلوم السياسية، وأناقش أي عالم سياسة في العالم أن يقول لي أن ما حدث في ليبيا 2011 هو ثورة، لا، هو عدوان تدخل حلف أطلسي خارجي في شيء ربما نقول حرب أهلية، أقصى ما يمكن أن نقوله الطرف المنتصر فيه وهو جيش معمر القذافي تم ضربه وتفحيمه من بنغازي إلى طرابلس باستخدام القرار 1773 زورا وبهتانا، لأن القرار 1773 ينص على إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا، فأصبحت تدمير الدولة الليبية وتحطيم جيشها. طيب، نجحوا 2011 في تدمير الدولة الليبية، البديل هو بناء دولة جديدة. إلى حد الآن التدخلات الأجنبية الخارجية في ليبيا، التدخلات ما وراء البحر أسميها، هذه التدخلات تهدف إلى عدم بناء الدولة الليبية. لاحظ الخريطة في ليبيا الآن مقسمة، سرت، لماذا خط سرت الجفرة؟ لا يحق للجيش الشرق أن ينتصر ويتجاوزه، لا يحق للجيش الغرب أن ينتصر ويتجاوزه، مع استقلال التبو في الجنوب. ليبيا يريدونها أن تصبح مثل ما قبل 1953، بمعنى ثلاثة دول، ثلاثة ولايات، برقة في الشرق، طرابلس في الغرب، وفزان في الجنوب. وهذا قانون، يعني هذا مراكز أبحاث غربية قالت ذلك، تذكر 2011 هذا ما قاله جون دانييل مدير أسبوعية نوفال أبسرفاتور آنذاك وتوفي مؤخرا، قال بالحرف الواحد ليبيا ثلاثة دول، ليبيا ليست دولة. إذا نحن نخاف جديا أن استهداف ليبيا هو لتقسيمها، وأن تبقى ليبيا ككعب أخير، تبقى هكذا هكذا لسنوات حتى تهدد أمن الجزائر وأمن تونس وحتى أمن مصر وحتى الدول الأفريقية، يعني تشاد والنيجر. في تونس العمليتين الإرهابيتين الكبريتان التي حدثت سواء في باردة وفي القنطاوي وفي سوسة بسلاح جاء من ليبيا، وشباب تونسي إرهابي نعم لكن تدرب في ليبيا. في ليبيا نعرف كانت داعش كانت في سرت، الأسر الشريعة في درنة، ولم تختفي الجيوب الإرهابية في ليبيا. بل أكثر من ذلك، السؤال مطروح، أين ذهب عشرات الآلاف مقاتلين الدواعش في سوريا والعراق؟ أين اختفوا؟ كثير مصادر تقول أنهم تدفقوا على ليبيا وتدفقوا على مالي وبخاصة ليبيا. إذن نحن يجب أن نكون حذرين جدا من ما يخطط له الغرب لليبيا أو ضد الجزائر أو ضد تونس أو غيرها، لأنه عدم الاستقرار في ليبيا الموجود الآن هذا شيء يراد له. وأنا دائما أطرح سؤال، ومن قال لكم أنهم يريدون أن يحلوا المشكل في ليبيا؟ ومن قال لكم أنهم يرغبون في إيجاد دولة ليبية؟ إيجاد دولة ليبية هي جيش واحد، أمن واحد. يعني كل التدخلات الأجنبية الخارجية من 2011 إلى اليوم تستهدف إلى أن يتواصل هذا التقسيم، وأن لا تقام الدولة الليبية، ألا يقام الجيش الوطني الذي يحتكر العنف الشرعي المسلح. نعم، ابقى معنا دكتور رياض.